اخر حاجه خلاص الوقت بيخلص مني، كنت عايز تقول لي حاجه على روي فيتوريا. روي فيتوريا حاجه اخيره، روي فيتوريا جاي له 4 عروض. الاربع عروض دول وصلوا له بشكل رسمي، في عرضين من الدوري البرازيلي، في عرض من اولمبياكوس اليوناني، في عرض من فنربخشة. روي فيتوريا رفض ان هو يناقش اي عرض من الاربعه على عقده مع اتحاد الكوره، بس جرس انذار الراجل متضايق والراجل زعلان جدا، في بعض الامور مضايقاه، بعض الاحيان مش لاقي حد يتكلم معاه في الاتحاد، بعض الاحيان بيطلب خطط وسياسات معينه وطلبات معينه ما بتتحققش. روي فيتوريا رفض الاربع عروض دول الاسطوري، وانا باكد لك اسطوري بشكل رسمي، لكن بقائه مع اتحاد الكوره واستمراره محل شكك. انا كبير. بقى اشك ان روي فيتوريا ما يكملش، انا عارف ان روي فيتوريا هيكمل. احنا ممكن بس يعني اقوم بدور المذيع واسال هاني سؤال، هو اوزوريو اللي هيقود الزمالك في البطوله العربيه ولا مدرب السويسري اللي هيمسك قطاعات الناشئين؟ لا، اوزوريو هو اللي هيقود. احمد الكابتن احمد حسام ميدو مقتنع بيه تماما، متمسك بيه ورافض. حلو، انت جاوبت، قول لي بقى اللي عندك. انا 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 السي في، لما تقرا السي في بتاع المدرب السويسري اللي الزمالك اعلن التعاقد معاه لتطوير قطاع الناشئين، وان يصور لك السي في ان الراجل سبق له العمل مع جروس وفريرا وكم نادي من اللي قالهم كده والانديه، ده اعلان مبكر ان ده بديل لاوزوريو اللي ما فيش موافقه كبيره عليه. بس ده توقع ولا معلومه؟ لا يعني بص، تحليل. جزء يعني تحليل، وفي جزء من المعلومات اترمت اللي هو ممكن يفكروا في كذا، يعني الراجل ده جاي كبلان بي بس مش مصدر اكيد. بس هقول لك حاجه اخيره معلش، روي فيتوريا انا بقول لك تاني، روي فيتوريا قال بالنص بالنص العقد طبعا 4 سنين، الراجل زعلان وندمان ان العقد ده لمده 4 سنين، وحاسس ان هو انا مش قادر امشي ومش مش قادر ان انا افك ارتباطي، بس في الاخر هو زعلان جدا جدا. انا قابلت فيتوريا في المغرب بعد مباراه مصر وغينيا، سالته السؤال ده بشكل مباشر، انت مكمل عقدك مع منتخب مصر ولا لا؟ مبسوط مع منتخب مصر ولا لا؟ وكان رده التالي، قال لي ايوه انا بيجي لي عروض كتيره طول الوقت، وايوه انا عندي عروض كتيره، بس طول ما انا بحقق اهدافي اللي هو مثلا، وانا حققت هدف منهم النهارده ان اوصل كاس الامم الافريقيه، وطول ما انا علاقتي كويسه باللاعبين انا مكمل مع منتخب مصر. هو لا على فكره اللي انت قلته اعتقد في طبعا صح، بس هو مش باصص لده، هو باصص لعلاقته باللاعبين وباصص لانه يحقق اهدافه، لو عمل الاثنين دول هو مكمل. هقول لك حاجه اخيره، فيتوريا ما حضرش مباراه السوبر بين الاهلي وبيراميدز. السبب يعني فيتوريا في مشكله في حجز الطيران، بالنسبه له الحجز تم بشكل غلط، الراجل كان متضايق جدا وما رضيش يسافر الماتش. بس دي حاجه، بص دي احد الغلطات واحد الاخطاء اللي مع اتحاد الكره والطريقه والنظام اللي نعدي الراجل معانا.